والفتوى ليست هينة يا إخوة. العلماء كانوا يهابون الفتوى هيبة عظيمة، وكان الواحد منهم يدفع عن نفسه إلى أخيه إلا إذا لزمته الفتوى، وإذا لزمته الفتوى كان كأنه يجلس تحت جبل. ويراقبون الله عز وجل. هذا الإمام مالك يسأل عن 40 مسألة، فيفتي في 4 منها، ويترك 36 مسألة ما يفتي. فيقول له الرجل: جئتك وضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال: إن شئت فاذهب إلى السوق، ما هو عندي هنا، إن شئت فاذهب إلى السوق وقل سألت مالكا عن 39 مسألة أو 34 مسألة فقال لي في كذا لا أدري. الآن طالب العلم، بعض طلاب العلم هداني الله وإياهم، يستحي أن يقول لا أدري. يسأل في مسألة تزلزل الأمة، تزلزل البلد، تسبب فتنة، ويفتي. بل أصبح بعض صغار طلاب العلم يحكمون على المشايخ الذين قبلهم وعلى كبار العلماء. فلان عنده أخطاء، وفلان عنده أخطاء، وفلان عنده أخطاء، وفلان عنده أخطاء. أصبحوا مثل التكفيريين. تكفيريون، هذا مثل الجرب، أعوذ بالله، يكفر 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 حتى ما يبقى أحد. رجل مصري كان يقول: أنا لا أعلم مسلما على وجه الأرض إلا أنا وامرأتي ورجل في الهند. والآن بعض طلاب العلم يبحث 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 يبحث، يجد ثوبا أبيض نقيا، ويجد شيئا يظنه نقطة على هذا الثوب، واجمع واجمع واجمع، ويظنون هذه طريقة من طرق أهل العلم في الدفاع عن السنة. والله ما كانت هذه طريقة من طرق أهل العلم في الدفاع عن السنة. أهل العلم ينظرون، فإذا وجدوا الخطأ اتخذوا الطريق الشرعي، وقد يصبرون السنين الطوال وهم يعرفون الخطأ، لكن رجاء أن يزول وألا يظهر ويضر الأمة. الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله يقول لي: يا سليمان، والله رجل صبرت عليه 15 عاما وأنا أعرف أخطأه وأنصحه وأنصحه، لكن ما أظهرت هذا. 15 عام، لماذا؟ لأنهم يريدون نصرة السنة، ما يريدون الإسقاط، ما يريدون البروز، ما يريدون، يريدون نصرة السنة.